هل الثناء الحسن للمسلم يعد من علامات حب الله للعبد؟ لا تشغلوا أنفسكم بهذا فتزكوا أنفسكم، لأنك أنت أعلم بنفسك من الناس. الناس يثنون عليك إيش؟ على الظاهر، وكما قلنا إذا خلى بمحارم الله انتهكها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن على الإنسان أيها الكرام الفضلاء ألا ينظر إلى ثناء الناس وقالوا ما التواضع؟ قال أن يستوي المدح والقدح عندك، أن يستوي المدح والقدح عندك. ولما قيل إن الرجل يحب إذا فعل شيئا نثنى، قال تلك عاجل بشرى، بشرى المؤمن. لكن المسلم والمؤمن دائما يكون على خطر دائم، يكون على خطر دائم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال أهل العلم إنما لخبيئة فاسدة في نفسه، لخبيئة فاسدة في نفسه، والعكس بعملها النار حتى يسبق عليه عمل الجنة فيدخلها لخبيئة صالحة في نفسه. أنت المهم دائما أن تزكي نفسك وأن تكون من كلام الناس في صمم، ولما تسمع ذلك الثناء قل كما جاء في الأثر: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. ويبدو في الناس أن يتقوا الله في إخوانهم فلا يقسموا ظهورهم، فإن كنت لابد مادحا قل احسبوا كذلك ولا أزكيه على الله. جاء رجل أحمد بن حنبل قال ادعوا لأمي، قال أتحسبون أن فضلاء؟ اذهب وادعوا لها أنت. كل خشية ماذا؟ أن يداخله شيء في نفسه. قال فلما مضى دخل الإمام غرفته وأخذ يدعو لها، فخرج أحد أتباعه وقال أبشر فقد دعا لأمك. لكن أمامه ما أراد أن هو ماذا؟ أن يقول له ذلك.